لأن بعض الطلاب يأتيك وقال اسمع أريد أدرس مثلا يقول الألفية يا أخي أبدأ واحدة واحدة يقول لا أريد أبدأ بالحموية بالتدمرية درست الأصول الثلاثة يقول لا هذا أنا لا أدرس الأصول الثلاثة أنا طالب علم طب نسألك عما في الأصول الثلاثة قال اسأل يسأل ولا يجيب لأنه ما تعلم ما تدرج ومن طلب العلم جملة ذهب عنه جملة ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قال الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة من علم الإمام أحمد التوحيد من تعرفه لا أحد يعرفه هذا الذي علم الإمام أحمد التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول كل أجور أحمد رحمه الله لمن لهذا من علم الشيخ الحذيفي مثلا الفاتحة كل أجور الشيخ الحذيفي الصلاة اللي يصليها الآن ويعلم الطلاب وكذا لمن لمن علم الشيخ الحذيفي الفاتحة فنحن نبدأ نتدرج طالب العلم يتدرج والعالم يتدرج بالطالب.